فيديو للناس اللي مش بتحب طعم الشوفان الجزء التاني. عملت الفيديو الاولاني عن الشوفان بالشوكولاته وعجب ناس كتيره جدا، وقالت لي عايزين نعمل شوفان بطعم جديد كده او بطعم مختلف برضو. فهنجيب الخلاط بتاعنا، لينك الخلاط ده هتلاقيه تحت في الديسكربشن. هنجيب شويه شوفان، ايوه انا بحط الشوفان في علبه القهوه، انا قلت المره اللي فاتت هتحط ايه حبه كده لا باس بيهم، عشوائي كده يعني يا زميلي. اللي عايزني اعمل بقى سلسله كده عن الشوفان والكلام ده يكتب لي تحت في الكومنت، ونجيب لكم افكار للشوفان كده جامده جدا جدا. انا بفطر كل يوم بالشوفان ده الصبح، علشان احنا عاملين حوار كده كل يوم لمدة 70 يوم بنروح الجيم، عايزين نشوف جسمنا هيبقى قبل وبعد عامل ازاي، فبفطر بيه كل يوم. طبعا انت مش متابع طبعا كل ده، فروح على انستجرام هتتابع كل حاجه وكل الجديد. طيب جبت الشوفان، هتجيب موزايه. هنعمل النهارده شوفان بالموز، وعايز اقول لك بيبقى طعمه جامد قوي 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 حرفيا. قطع كده ايه الموز حته صغيره، وكل اخر حته دي وتجيب لك شويه لبن بس كده. مش هنحط سكر بقى، وهنعتمد على سكر الموز سكر طبيعي، ونسمع احلى صوت في الدنيا. ولا الله 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 الله، والله العظيم الريحه جامده قوي. ريحه كده يا باشا مشروب موز مع الشوفان، عشان هو اصلا مشروب موز مع الشوفان بديهيه. نشرب بقى. جامد 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 جامد. جربوها قولوا لي رايكم تحت في الكومنت. لو انت مش بتحب طعم الشوفان جرب الطريقه دي وهتدعي لي، طعمه جامد قوي قوي. وبصوا هيعجبك هيعجبك، شير في كل مكان، لايك في كل مكان، عايزين نوصل ل 100 الف فولو. ولو عندك اي افكار لاي فيديو جديد اكتب لي تحت في الكومنت وهنعملها ان شاء الله. وكالعاده دوس يا كوتش، السلام عليكم.